بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على كل حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للدكتور وليد العالي رحمه الله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الدكتور وليد العالي رحمه الله كان من أعز الأصدقاء، يعني صداقة امتدت أكثر من 25 سنة من بداية المعرفة في الجامعة الإسلامية بالمدينة. في بداية دراسته، عندما يعني التقينا أول لقاء كان قبل بداية الدراسة له في السنة الأولى من الكلية في كلية القرآن، وأنا كنت في بداية السنة الأولى من الماجستير، يعني كنت أسبق بأربع سنوات تقريبا. وكان نعم الأخ والصديق. بعبارة مختصرة، هو من نوادر الزمان. هو اليوم دكتور خالد العتيبي على المستوى الشخصي مع حفظ الألقاب، خالد إلى ماذا يشتاق من وليد، أو ماذا فقد من وليد؟ دكتور وليد يعني كان أخ وصديق، ويعني الإنسان يعني كانت العلاقة وطيدة جدا، يعني أكثر ما يعني مما تتصور. يعني يكفي أن هناك إسرار يمكن ما أظن أحد يعرف عنه، يعني إسرار خاصة يعني به، يعني كان رفيق في السفر والحضر، في الحج وفي العمرة وفي الرحلات الدعوية في شرق آسيا وفي الهند وفي اليمن وفي أيضا أفريقيا وفي يعني أماكن شتى، وإلى مصر وإلى يعني عدة أماكن. كان نعم الأخ، نعم الصديق، كان يعني أخلاق عالية كما ذكرت لك، يعني من نوادر الزمان. يعني لم أعد عليه يعني ما قد يظن الناس معيبا، كان إنسان يعني غاية في. متى علمت بهذا الخبر؟ متى علمت دكتور خالد بهذا الخبر؟ خبر الاغتيال. من بداية الحدث، أنا كنت مسافر يعني رحلة في الخارج، فسبحان الله تفاجأت في نفس الوقت يعني أن أشيع الخبر أنه حصل هجوم على مطعم في بوركينا فاسو، وأن الشيخ رحمه الله كان في هذا المكان هو صاحبه الشيخ فهد الحسيني. وسبحان الله كان يعني من المفترض أن أكون معهم في هذه الرحلة أيضا، ولكن لأنهم سيتأخرون في العودة، وأنا مرتبط ببعثة الحج التي ستنطلق يعني مع الوفد في 22/8. أنت كنت معهم دكتور، المفروض كنت معهم دكتور خالد؟ كان يفترض نعم، يعني كلمنا السيدي، وأيضا كان حديث مع الدكتور وليد رحمه الله. سبحان الله، يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني كان تغيرت الوجهة إلى جهة أخرى بسبب يعني الوقت، وأنا كنت يعني عدت من أفريقيا قريبا، يعني أيضا كنت في رحلة إلى أوغندا. الشاهد أن الدكتور وليد العلي، ما أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي، يعني أتكلم عن الصداقة، أتكلم عن الأخلاق، أتكلم عن جديته في طلبه للعلم أو في حرصه على وقته. رسالتك دكتور خالد، رسالتك في ختام هذا اللقاء، الرسالة اللي يريد أن يقولها خالد، الشيخ خالد العتيبي. أقول أن الدكتور وليد العلي رحمه الله وعظنا ميتا أكثر منه حيا، يعني كان عظة وعبرة لنا في الحرص على الأوقات. يعني بمعنى مختصر، الدكتور وليد العلي رحمه الله كان يسابق الزمن في حرص على اغتنام الوقت والجدية، وأيضا كأنه يستعد للقاء ربه. يعني لو قيل له زيد في وقتك أو أعمال، ما يستطيع أكثر مما كان يؤدي. لا. يعني تجد فيها علم أو دعوة أو نصيحة أو بر لوالديه، أو يعني قيام بعمله، أو يعني الوقت كله مشغول. أحيانا يمكن في نفس الوقت يشتغل في أكثر من شيء. فرحمه الله كان آية من آيات الله في يعني اغتنام الأوقات والحرص على فعل الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى وأن لا تنسوه بالدعاء. الله يرحمه برحمته ويرحمنا جميعا. كل الشكر لك الدكتور خالد شجاع العتيبي،
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت ورئيس الهيئة الشرعية ببيت الزكاة الكويتي، شكرا جزيلا.